جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا صليت الوتر بعد العشاء 3 ركعات ثم قمت من الليل فصليت ما أقدر أن أصلي، وبعد ذلك نمت وقمت لصلاة الفجر في وقتها، هل هذا عمل طيب كما ترون؟ لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن تؤخر الوتر وتجعله في آخر صلاة الليل، تختم به صلاة الليل، هذا هو الأفضل إذا كنت واثقا من قيامك في آخر الليل. أما إذا كنت لا تثق من قيامك في آخر الليل فإنك توتر قبل أن تنام، فإن يسر لك وقمت من آخر الليل فإنك تصلي ما تيسر من النوافل والتهجد وتكتفي بالوتر الذي سبق في أول الليل، لا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أنه يخشى ألا يقوم آخر الليل شخص هذا. كما ذكرنا أنه إذا كان يخشى نعم. فإنه يوتر من أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة. نعم. فإن قدر أن يقوم من آخر الليل طيب، فلا يحرم نفسه من الصلاة، بل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الذي أوتره من أول الليل. الحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أحد رفيدة إحدى الأخوات ورمزت إلى اسمها بالحروف فاميم ياء